عرفوا بنادم وانا الاخوه اللهم بارك كما العاده كما كتشهدوا معنا حنا كنتوجهنا لصفتير مدينه اكادير ومع الاخ رضوان اللهم بارك اخ الصديق ديالنا المولود الصغير راه كيتواجد ديما السوق الى جامع الوليد ديالو وجيتي اليوم علاش تقول الاخوان التحيه للصحاب ديجا السلام عليكم ميساج عيشه درويش عيشه درويش هذه راه ميساج كيوصل للاصدقاء ديالو وتحياتي الاخوان والله يسر الامور الجميع الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا حنا اليوم كنتواجدوا في سوق كير مدينه اكادير اليوم 28 جويلية وكما العاده كما عودناكم نقوموا بواحد الجوله هنا في السوق نقدموا لكم انواع الطيور والسلع المعروضه على اللي بايع مع الاخوان ديالنا وبالمناسبه الاخوان الملحوظه بالنسبه للاخوان اللي كتفرجوا في الفيديو ما فيها باس الا تفرجتي في الفيديو خليتي لنا واحد العلامه ديال اللايك هي الاولى ومن بعد كومونتير وتفرج في الفيديو كما العاده هذا تشجيع منكم وفضل منكم باش نستمروا ونوصل لكم الميساج ديال السوق والعياد مينا كما العاده القضيه اللي كنقولوا ديما وبهذه المناسبه مره اخرى كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال القناه اللي كيتفاعلوا معنا الله يجازيهم بخير تحياتي لجميع الاخوان وخرجه ممتعه والسلام عليكم. الاخوان اللهم بارك كما كتشوفوا حنا اليوم كنتواجدوا في سوق كير مدينه اكادير 28 جويلية وكما العاده كما عودناكم نقوموا بواحد الجوله هنا في السوق نقدموا لكم انواع الطيور والسلع المعروضه على اللي بايع مع الاخوان ديالنا وبالمناسبه الاخوان الملحوظه بالنسبه للاخوان اللي كتفرجوا في الفيديو ما فيها باس الا تفرجتي في الفيديو خليتي لنا واحد العلامه ديال اللايك هي الاولى ومن بعد كومونتير وتفرج في الفيديو كما العاده هذا تشجيع منكم وفضل منكم باش نستمروا ونوصل لكم الميساج ديال السوق والعياد مينا كما العاده القضيه اللي كنقولوا ديما وبهذه المناسبه مره اخرى كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال القناه اللي كيتفاعلوا معنا الله يجازيهم بخير وتحياتي لجميع الاخوان وخرجه ممتعه والسلام عليكم. أنا الإخوان كما العادة كما كتشاهدو معنا هنا الصورة اللهم بارك ياسات ديال الفيشر فيهم شنيبرات وفيهم انتيوات كبار بالنسبة للسلعة ديال خويا حسن الناس كتسول الفيشر بالنسبة لهاد السلعة حسن شحال داير هاد الفيشر؟ 150 درهم 150 درهم كلشي بحال بحال ياك كاين واحد كوبرة كبيرة كاينة كوبرة كبيرة هنا شحال؟ 350 درهم كما سمعت الاخوان اللهم بارك قناة مينا وندوزو للكناري تا هو هنا كما بالنسبة للعشاق الكنار اللهم بارك بالنسبة للكنار هنا شحال داير هذا الموزايك 220 درهم كما شفتو بالنسبة لدوك الاورونج 120 درهم اللهم بارك بالنسبة كما شفتو هنا والعادي نورمال 100 درهم بالنسبة للعادي كما شفتو هنا بالنسبة للبياسات هنا كاين الاخرين تا هما كما كتشاهدو نفس الاثمنة ياك هادو بحال بحال نفس الأثمنة بالنسبة للموزايك 220 هادو هنا معزولين هاد الكرة وهادو اللي فهاد الجهة هادو نتاوي هادو بالنسبة لنا الإخوان كيما شفتو هنا راه هاد الكرة هادو هنا السلعة وهادو بالنسبة لنا نتاوي اللي كيسولو عليها نتاوي
وبالنسبه هنا كما كنشاهدوا دائما ما العاده كوبلا ديال اغات موزايك روج، هذه بالنسبه للثمن ديالها 450 هاديه. جاي. وبالنسبه لي بورتور دو فاير اخوان عندهم كما كنشوفوا التخير هنا بالنسبه للثمن ديالو شحال؟ 350 درهم الكوبلا. اللهم بارك الرجل عاد. وبالنسبه هنا لهوغو اخوان كيسولوا على لهوغو، اللهم بارك كاس ديال الريمبو معاه. بالنسبه لهوغو حسن شحال؟ 150 درهم الفويت اللي جانا كما سمعت الاخوه. اللهم بارك بالنسبه للعشاق لهوغو والباطجي، اللهم بارك. بالنسبة للكاج عندهم كما كتشوفوا الثمن 90 درهم هنا بالنسبة للماكيديرا ديال العود الكرون هاد الشو، اللهم بالنسبة للصغير كيقولوا 40 درهم، اللهم بارك. الله يسلم ما خصهاش هذا راه يتواصل مع السي حسن. التليفون حسن 07 77 61 23 21. الله يسلمك. أنا بالنسبة للإخوة العشاق طائر الروز، اللهم بارك مرشونا كوبلا فاز روز أوبالين، اللهم بارك. بالنسبة لكم تشوفوها راسي في المستوى، الله يبارك لك في الصوت. الله يتواصل معنا على الخاص بالنسبة للرقم الهاتف 0662 74 01. الله يسر الجانب. وبالنسبة للعشاق الكالوبسي كذلك، اللهم بارك مرشونا البياسة هنا ديال لوتينو. بالنسبة لهاد البياسة هنا هذا سيباري بوحدو، وبالنسبة لكوبلا هذه الكوبلا هذه شحال وصل الثمن ديالها؟ بالنسبة للثمن الكوبلا 250 درهم بالنسبة للكوبلا. بالنسبة لهذا اللاتينو هذا 150 درهم كما اشترى يكون قياسات، اللهم بارك. هذا وين لا روسون في صحة جيدة، الله يسر الأمور. بالنسبة للتليفون 07 71 81 43 43، الله يسر لك الأمور. آمين يا رب. بالنسبة للعشاق الكاتريكي، اللهم بارك. بالنسبة لنا هذا تخير. بالنسبة لهاد التخير هذا الكاكاريكي شحال دايرة؟ 100 درهم 300 درهم، اللهم بارك كما شفتو. بالنسبة للتخير واش اللهم بارك الحمى. وبالنسبة لهاد الكوبلا ديال الهوكو 100 درهم كوبلا، اللهم بارك. بالنسبة للإخوان كما كتشوفو اللي خصو شي حاجة راه غيتواصل معاها السعر. أنا التليفون ديالك عندك يا خويا 06 09 09 33 33 73 73 61. الله يسر لك الأمور. أنا اللهم بارك عليكم. بالنسبة للعشاق كوبلا ديال الفيشة، اللهم بارك كما كتشوفو هنا، هذه كوبلا ديال بيرسوناتا ياك، اللهم بارك كما كتشوفو كوبلا راه واجدة الخدمة. بالنسبة لهنا هذا الكلاسيك هذا ياك نورمال كلاسيك، اللهم بارك. بالنسبة للثمن شحال كتقول هنا؟ نورمال آخر ثمن 300 كما سمعتوا الإخوان، هذه كوبلا اللهم بارك. وبالنسبة للبيرسوناتا ها؟ 600 درهم بالنسبة للبيرسون. هذا كنشوفوا الإخوان راه في البياسة هذا هو ديجا خدموا هذا ياك، ديجا خدامين كما سمعتوا. غير خصو راه يتواصل مع السيد. وصلنا للتليفون ديال 63 13 17 33. الله يكسر لك الأمور. أنا بالنسبة للعشاق المولينا، اللهم بارك الإخوان كما كنشوفوا معنا هذه كوبلا ديال المولينا. والله راس المولينا هذه دير كواز خلاص. هاد مولينات هادية ولا نورمال؟ هادو نورمال، اللهم بارك. بالنسبة هادو راه بالاضين ديالهم ياك، الاضين ديالهم كيما غادي نشوفو السيد راه كارامين، اللهم بارك. بالنسبة للكوبلا، بالنسبة للثمن ديالها شحال؟ 2500 درهم كما سمعتوا الاخوان. بالنسبة راه كما قال اخر الاضين ديالها كارامين، الله يسر لكم الامور. بالنسبة خلنا الهاتف ديال 06 46 66 18 00. الله يسر لك الامور. انا الاخوان اللهم بارك. بالنسبه للعشاق طائر اللي قلت كما كتشوفوا هنا البياسه هنا زويجه، اللهم بارك. وكاين معاه الوليدات هنا بالنسبه للناس اللي كتسوى على الشنيبرات، اللهم بارك. بالنسبه للكوبلا راه كيقول هنا 500 درهم. بالنسبه للشنابرا، الشنابرا شحال الثمن ديال الدرك الصغار؟ ايوا الصغار ياك. بالنسبة للآخرين اللي معاهم راه كيقول لك 6 شهور لهنا، اللهم بارك. بالنسبة للثمن كيقول 200 درهم ياك، 200 درهم. بالنسبة للموانو كيما هما، بالنسبة للموانو، بالنسبة للموانو راه كيقولوا هنا 60 درهم للكوبلا، اللهم بارك. واللي بغى الأخ يتواصل معاهم راه كاين على الخاص من الهاتف ديالو، اللهم بارك.
وبالنسبة للناس كتسوى هنا المقانن هنا اللهم بارك لك شو هاد بالنسبة للنتيوات هادو اللهم بارك درهم زوني بالنسبة للدم راه كيقولوا 60 درهم هنا اللهم بارك هذا بالنسبة للذكورة هما هنا ونعزوني بالنسبة للذكورة شحال 170 درهم كما كتسمعوا ليس طرا قدام هما معزولين اللهم بارك بالنسبة للأثمنة كيقولوا 170 انا كيما كتشاهدوا معنا هنا بياسات اخرين اللهم بارك بياسات راه دورهم زين ومزورين تما راه كيقولوا 170 درهم انا الاخوه اللهم بارك بالنسبه للعشاق والوبسيط الناس اللي كتصور على الدريساج كيما كتشوفوا معنا بياسات هنا ايزابيل اللهم بارك بالنسبه للوطينو بالنسبه لهادو استاذ شحال دايرين؟ يا او 20 هانوما الاخوان بالنسبه للاخوان اللي باغي يدريسي كمل معاهم الدريساج بياسات راه كيقول فيهم مولاهم 120 درهم دابا راه في المتناول الله يسر لهم بالنسبه لهاد البياسات هادو اللي هنا 100 بالنسبة لهادو اللي هنا شحال؟ 300 درهم كوبري هادو بلاتينو 300 درهم وبالنسبة للاخرين خاص بلو 400 درهم انا خويا كيما زدنا اللهم بارك التليفون ديالك التليفون 59 70 50 الله يسر لك الامور عندما الاخوان اللي بغيت تواصل مع الاخ الله يسر لك الامور كما العاده عشاق الطلب كما تشوفوا معنا البياسه ديال الاستاذ ديالنا اللهم بارك بالنسبه للبياسه هنا بالنسبه للفاس بلو 350 بالنسبه للكوب بلا فاس بلو بالنسبه لديك البياسه اللوتينو 150 ها 150 تيوا هذه ديال اللوتينو اللهم بارك وبالنسبه لهنا الاربينو شحال؟ 700 درهم الكوبلا اللهم بارك نسبة الثمن 700 درهم الكوبلا الله يسر الامور هنا التليفون ديال 06 65 913 917 اللي يكون في الاخير اللهم بارك لي استشهاد الوصف عندهم الاخوه اللهم بارك بالنسبه للعشاق الدريسه ديال الكوب ديال لي فيشر عندهم الناس اللي كتسولنا على السلعه هذه اليوم راه متوفره بالكثره في السوق الله يسر الامور بالنسبه لكم كما كتشوفوا هذو راه فيشر كلاسيك الحمر الله يبارك فيهم اللوينات كاملين هنا ابيض حتى هو كاين ياك ها هو الاصفر كري اللهم بارك الزرق حتى هو كلشي المهم الناس راه عارفين الكوبلات ديالهم والديهم بالنسبه للثمن 130 درهم البياسة الإخوان وبالنسبة اللي باغا شي حاجة راه يتواصل معكم على خلنا التليفون 06 10 06 24 35 الله يسر لكم الأمور وعيش هاد رويش اللهم بارك الإخوة كما كتشاهدوا معنا السلعة اليوم راه خطوات مزيادة في السوق بالنسبة للطائر الروز وطائر الفيشر اللهم بارك وبالنسبة كما كتشاهدوا معنا البياسة هنا بالنسبة لهادو ديال الروز شحال دايرين هذا ها 150 درهم بحال بحال كما سمعتوا الاخوان بالنسبه للروز ولا الفيشر 150 درهم وبالنسبه لهوغو هذا هنا 70 درهم هذا بالنسبه لنا الاخوان كيقولوا 70 درهم البياسه وبالنسبه لهذا اللي هنا هذا 50 درهم الاخوان كيما شفتوا السياره مخلطه فيها الرينبو فيها الهوغو الحمد لله كلشي لخير كما عطيكم موجود هنا في السوق اللهم بارك وبالنسبه للكالوبي شحال باقي داير هنا 100 درهم الاخوان اللهم الثمن راه في المتناول السعر موجود اللهم بارك بالنسبه لهذا اللوطين وهذا هذا المولع الله يسر الامور نشوف هذ الاخرين هذو ها هما الاخرين بالنسبه لهذو هذو 150 درهم الحبه الاخوان الا شفت هذا راه يتواصل معاهم اللهم بارك كيما شفت السعر موجوده وبالنسبه كيما شفت لكم الهوغو هنا بالنسبه لهذا الهوغو بحال بحال 70 درهم الله يسر الامور بالنسبه للنورمال هنا 35 درهم اللهم بارك بالنسبة للبياسة ديال الكامر كما كتشوفوا معايا شحال هادو 80 درهم كما كتشوفوا فيهم البياسة ديال الموزيف هادو بياسة الشيميل والبنوط اللهم بارك بالنسبة للتليفون ديالكم باش 06 44 54 75 28 الله يسر لكم الامور اللهم بارك الاخوان كما كتشوفوا معنا كما فيكم سابقا الخير موجود لما في السوق اللهم بارك هذه الايام السلعه راه متوفره بالكثره من جميع الانواع والاحجام كما بيتو خصوصا من القاط المعقوف عندهم كما كتشوفوا معنا بياسات هنا اللهم بارك بالنسبه لنا السلعه عليكم هنا بالنسبه للالبينو هل باقي وسط الثمن
ولا السوق كيلعب دابا حتى ما كيلعب على السوق الحمد لله كيما شفنا راه الساعه موجوده ترى اللهم بارك ايوا اللهم لك الحمد بالنسبه للثمن عندكم انتم شحال الثمن اللي بيه 250 درهم علي خويا كيما سمعتوا بالنسبه للوطينو دابا 100 درهم بالنسبه كيما شفتوا بالنسبه لدوك فاس بلون حتى هما بالنسبه لفاس بلون يا اخوان راه كيقول 150 درهم اللهم بارك كيما شفتوا السعر راه كتهضر على راسها اللهم بارك كيما شفتوا الثمنه اللي كاينه اليوم في السوق وبالنسبه للكناري هنا بنات شي فيصل القناه نشوفهم هنا انا 80 درهم 70 درهم على الفون اللي كاين اللهم بارك بالنسبه لك كما شفت اللوينه المزلج بالنسبه للبياض والاورون شيمي الله يسلمهم بالنسبه كما شفت السلعه كما قلت لكم الحمد لله السلعه يلاه مشات حاجه مزيانه والمهم راه اي واحد كيدير سبور اللي انت قال باش هذا غيدير السوق هو هذا اي والله يسر لهم بالنسبه خلينا التليفون ديالك الله يستر صح باخويا بالصفه الله يكبر بيك بارك الله فيك صح على على التليفون ديالك كما كما القاعده 0697 17 17 11 الله يكبر بيك وكنشكر وكنتمنوا الاخوان باش يدعموا القناه ديالك ان شاء الله الله يكبر بيك خويا بارك الله فيك وتحياتي للناس ديال التنسيه الله يكبر بيك تحياتي لكم شكرا على الزياره ديالكم للسوق الله يكبر بيكم وشكرا وبالنسبه للعشاق ديال الفيشر اللهم بارك كما كتشوفوا هنا بياسات بارك بياسات هادو بياسات كبار هادو ياك هادو باقي وليدات ياك عندنا بالنسبه كما قال لنا الاخ بياسات تقريبا شهور كاين ياك شهور كاين الثمن 150 درهم كما تجيكم الثمنه راه في المتالي والخير اللهم بارك كما تجيكم متوفر وكثر اليوم في السوق وبالنسبه لهادو هادو 200 درهم هادو نورمال هادو ياك هادو كوبلات كبار هادو نتيوات كاملين اللهم بارك كما سمعتوا بالنسبه للعام كيقول لك هادو نتيوات كاملين كبار بالنسبه ل 80 درهم وبالنسبه للتليفون اللي بغيت يتواصل معاك السوق قول ليها الله يسر الامور كما سمعتوا الاثمنة راه هي في السوشيال جاي تواصل مع الخاص الله يسر لك اخويا وبالنسبة لعشاق الباص ديال اللهم بارك عليه خويا كما كتشوفوا هنا بياسات واجدين الخدمة كيكات هذا بالنسبة لهذه شحال كتقول هنا ابو بكر بالنسبة لهوكو 40 درهم هذا 70 درهم بالنسبة لهذه النورمال هنا تخرج هذا ابو 40 درهم كما كتسمعوا عليه خويا بياسات اللهم بارك عيشة درويش عيشة درويش شوف تبارك الله بسيط 150 درهم 250 بالنسبة للخاص اللهم بارك كما شفت السلعة كما شفتكم الأثمنة راه هي هذه اللي كاين في السوق بالنسبة للإخوان كما شفتوا وبالنسبة واحد المقرين هنا عند خونا عبد الباقر اللهم بارك هذا شحال كتقول فيها؟ 250 درهم الله يسر لك الأمور عبد أبو باقر وبالنسبة للبياسة ديال الدريساج ما بقاش شي حاجة والو البياسة هنا الله يبارك الله يبارك إخوان تحياتي لكم الإخوان كنشكركم جميعا الإخوان اللهم بارك بالنسبة خلينا التليفون ديالك أبو بكر 06 19 43 24 بالنسبه للعشاق كذلك ديال الكالوكسيت اللهم بارك ما تشوفون كيسه ديري نورمال هادو ياك بالنسبه للثمن ديالو 130 وعمرهم شحال غادي يكون هادو تقريبا 16 يوم اللهم بارك ما تشوف الثمن راه كيقول 120 درهم وبالنسبه لهاد الاخرين هنا هادو لي زابيلو كبار هادو ياك هادو باقي صغار بالنسبه للثمن الجملة 70 درهم يا اخوان كما سمعتوا هنا وبالنسبة للبياسة 160 الله يسر لهم كما سمعتوا وبالنسبة لهنا التيريفة ديال الهوكو 60 درهم كما سمعتوا يا اخوان الله يبارك وبالنسبة لذاك النورمال 40 درهم يا اخوان الاثمنة اللي كاينة وبالنسبة للبياسة الصفراء هنا برونطي هادو كوبلة هادي ياك بالنسبة لك الكوبلة شحال؟ 200 درهم وبالنسبة للهوكو الهوكو دايره 150 درهم وندوزو عند الكناري هنا اللهم بارك بالنسبة للكتاشة هادي كوبرا هادي هادي بالنسبة للموزايك جون وموزايك هو جنتوا بالنسبة للثمن ديالها شحال 400 درهم بالقفز ديال الاخوان ديال ثلاثة الوكالات كما سمعتوا اللي خصو شي حاجة راه يتواصل مع شحال التليفون
ما التليفون على اخر رشيد 06 56 77 84 84. الله يصلي كل عمره. تحياتي الاخوان، مرحبا عيشه درويش.